السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل طلاب صف تاسع، معاكم إسلام طاجن، وإن شاء الله النهاردة معانا السؤال الثالث من الاختبار التجريبي الثاني لعام 2019-2020. سوري، الاختبار ده جاي نجدة لينا لأنه نموذج تاني وما فيش اختبارات مرة تانية. في البداية طبعا أحب أنوه كالعادة، أنا مش عارف أنت بتتفرج على الفيديو ده كفيديو منفصل شرح لوحده أو كجزء من الاختبار في فيديو كامل، ولكن سريعا في عندك هنا قائمة فيها كل الفيديوهات الخاصة بالصف التاسع، تحت عندك في التعليقات أول تعليق في كيف تحصل على مراجعة التدريب المكثف للصف التاسع على اللغة الإنجليزية قبل الاختبار لكل أنماط الاختبار مع نموذج إجابة شامل. الكلام ده من أول سنة 2020 وليس 2019 عشان محدش يطلبه من السنة دي، أنا بتكلم على السنة الجاية إن شاء الله من أول 2020 وأنت طالع إن شاء الله يكون المذكرة متوفرة لسادس سابع تامن تاسع، وطريقة الحصول عليها بتكون أونلاين عن طريق الكينت، في رقم تليفون تحت بتتواصل معاه. برضو نموذج الاختبار بيكون عندك في أول تعليق، في رابط هيوديك لقناة التليجرام تقدر هناك تحمل الملف عشان ما يضيعش مننا ويكون متوفر دايما بإذن الله. محمد نايم طبعا ولو سمعتوا اي حاجه ما تزعلوش. بالنسبه للسؤال القواعد، شوف يا شباب سؤال القواعد عليه 14 درجه زي ما انت عارف، بيكون عندك A و B. في A انت بيجي لك عباره عن ايه، انك بيجي لك فقره، في الفقره ديت انت بتختار وانت بتقرا ان شاء الله حسب القاعده. خلينا كده نشوفها ونبسطها لكم باذن الله. I have known known I'm sorry I have known no knew my best friend Hamad for a long time. انت عارف ان انت لما يكون عندك كلمة for وبيجي بعدها وقت يبقى ده زمني يا شباب. خلينا نشرح شرح صغير كده ليها، خلينا نستخدم القلم اللون الاحمر يكون واضح شوية. احنا عارفين ان for او since لما بيجي بعدهم وقت ده بيكون زمن مضارع تام، بيكون زمن ايه؟ مضارع تام. يعني بالتالي انت هتختار has او have والتصريف الكام التالت، مع احتمالية ان انت ممكن برضو تختار زمن المضارع التام المستمر اللي هو has او have وبن وفعل في اخره ing، مع مراعاة ان احنا عارفين ان ده الحدث بدأ في الماضي وانتهى قبل قليل يعني خلص، اما هنا الحدث بدأ في الماضي ولكن ما زال مستمر حسب فهمك للجملة. طيب انت هنا الجملة بتقول ايه؟ I have known اللي هي المطلوبة have وتصريف ثالث، يا ترى في have been وفعل في ing؟ لا، يبقى انا اجابتي كده اصبحت واضحة من البداية ان هي have known. تمام، نكمل قراءة. My best friend أنا عرفت أفضل أصدقائي حمد for a long time لمدة طويلة. We always نحن دائما، خلي بالك أنت عارف إن كلمة always دليل على زمن يا ولاد، كلمة always دليل على زمن المضارع. طيب هي we في زمن المضارع مفرد ولا جمع؟ إحنا عارفين إن we هنا للجمع. طيب هو إيه زمن المضارع البسيط؟ باختصار زمن المضارع البسيط، زمن المضارع البسيط أنت لو لقيت حد من عيلة المفرد اللي هو هي شي ات واي اسم مفرد يبقى انت هتختار بعده فعل في اس. طيب لو عندي حد من عيلة الجمع اي وي ذي يو واي اسم جمع يبقى انت بتختار الفعل زي ما هو في التصريف الاول بدون اي اضافات، يعني تقول هي لايكس ولكن تقول اي لايك وي لايك ذي لايك. ممتاز. ولما بتيجي تنفي هنا بتستخدم doesn't مع الاس وبتحذف الاس، يعني he likes fish يبقى he doesn't like fish، I like fish يبقى I don't like fish. ممتاز. وعارفين زمن المضارع من كلمات زي always usually often sometimes never every day والكلام ده كله. تمام، طب نشوف كده الجملة بتقول we always يا ترى نحن دايما ايه؟ will play play are playing tennis together. we جمع يبقى نختار play يلعب، ليه؟ لان هي اللي من غير اس، مش احنا قلنا الوي تبع الجمع يبقى نختار فعل بدون اي اضافات عادي في التصريف الاول. نكمل
عشان نفهم الباقي. He is the only one. هو الوحيد. Who, whose, which. ايه دول؟ دول ضمائر الوصل او روابط الوصل. احنا عارفين احنا عندنا ثلاثة بس في الفترة هذه. Who, whose, which. متفقين انه هو وهوز الاتنين بيجي قبلهم اسم عاقل. Which بيجي قبلها غير عاقل. عارفين انه هو وويتش الاتنين بيجي بعدهم فعل، في حين هو زي الوحيدة اللي بيجي بعدها اسم ممكن يكون عاقل او غير عاقل. تمام، ركز معي. الجملة بتقول he is هو الوحيد the only one the only he is the only one. one تعود على he اللي هو الوحيد اللي هو حمد my best friend حمد. يا ترى one عاقل ولا غير عاقل؟ عاقل. يبقى هو ولا هوز ولا ويتش؟ يبقى واحدة من الاتنين هو او هوز. مين اللي جاي بعدها؟ كان بيت. يا ترى جاي اسم ولا جاي فعل؟ جاي فعل. يبقى في الحلقة دي اجابتي هتبقى هو. شفت انا فكرت ازاي؟ انا عايزك بس تفكر دايما بالشكل المنطقي ده عشان توصل للاجابة من غير ما تتعب. ولو ما كنتش دوست لايك للفيديو ده دوس لايك عشان تشجعني. دوس لايك وفعل زر الجرس وشير لزملائك عشان الكل يستفيد، ما تبقاش الاستفادة ليك انت لوحدك والناس تعرف على القناة ويكون في ميزان حسناتك. وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها ويكون في ميزان حسناتنا وحسناتكم إن شاء الله. شكرا شباب لمشاركة الفيديو لزملائكم ولنشر العلم والمعرفة والطاقة الإيجابية. هذا هو التوفيق. إيه ده لسه ما خلصتش الفيديو، خلينا نكمل. while we قاعدة while معروفة من زمان، إنه while لما بيجي بعدها زمانين، ماضي مستمر صح اللي هو بيكون من ايه؟ من was وير وفعل في اخره ايه؟ ing. وبتيجي الجملة التانية في زمن الماضي البسيط اللي هو الفعل بيكون في التصريف الكام؟ الثاني. خلينا نشوف كده، بس انت افتكر دايما ان ضل while was where وفعل في ing. we have played were playing he fell off هو وقع fortunately he wasn't hurt ولم يجرح او لم يتعور او اي حاجه. while بينما we ها was where فعل في ing ادي where وplaying دي جايه واضحه جدا where playing. يبقى كده نقرا كده الفقره مره ثانيه بالاجابات. I have known my best friend حمد for a long time. We always play tennis together. He is the only one who can beat me in that game. While we were playing, he fell off. Fortunately, he wasn't hurt. أتمنى إن الشرح الصغير اللي شرحناه والحاجات البسيطة اللي اخترناها فوق تكون موضحة لي كل حاجة بالنسبة لي الجزء الأولاني، وعرفت إزاي تجيب الإجابة وتفكر كمان إزاي تقدر تحصل على الإجابة بشكل صحيح. بالنسبة رقم 17 يا شباب، طالب change into passive. إيه الباسيف يا شباب؟ الباسيف هو المبني لي المجهول. الباسيف هو المبني للمجهول. طب ايه تشينج؟ غير. يعني هو عايزك تحول الجملة الى المبني للمجهول. طب ايه قصة المبني المجهول؟ المبني المجهول انت بتركز على المفعول به وبتخفي الفاعل. طب المفعول به ده فين؟ بتلاقيه دايما بعد الفعل. يعني عندك ثرو هي الفعل، يبقى اللي بعدها هو المفعول به. خلي بالك انت هنا رايح تحول الباسيف مع جملة فيها واحد من المودل زي اللي هما must وكان وكد وشال وشد وويل وود. ولو هي منفية تخليها برضو زي ما هي منفية. طب ايه خطوات المفعول بالباسيف او المبني المجهول مع حاجة فيها شد؟ واحد، نبدأ بالمفعول به. هنبدأ بمين يا شباب؟ بالمفعول به اللي احنا اتفقنا اللي هو مين؟ rubbish. قال لي لو عندك اي حد من عيلة المودل كان كود شال شد ويل وود مي وماست، وحتى لو هو منفي بتنزله زي ما هو. يعني شودنت تنزل زي ما هي، ادي كده الخطوة التانية شودنت. ياريت اوقف الفيديو واكتب لي اجاباتك تحت في التعليق. يا ترى رابش شودنت ايه الخطوة التالتة والخطوة الرابعة؟ وقف الفيديو واكتب اجابتك. يا ترى انت عارفها ولا لا؟ لان احنا شرحنا في فيديو كامل شرحنا فيه كل القواعد وشرحنا فيه ازاي تحول جملة فيها شد الى مبني للمجهول. الخطوة التالتة هتكون بي
لو سمحت لو ما كتبتش الإجابات وقف وانزل. الخطوة الرابعة هتلاقي كلمة التصريف الثالث للفعل throw through thrown. ونكمل باقي الجملة اللي هو into the sea. واحد يقول لي أستاذ أكتب باي بيبول. يا سيدي اكتبها، مش عايز تكتبها ما تكتبهاش، أنا عن نفسي ما بحبش تكتبها، أنا مش محتاج أضيف الفاعل لأنه عايز يعمل مبني المجهول. طيب أتمنى أن تكون إجابتك صحيحة في التعليقات، وهتلاقيني دلوقتي عملت لك قلب بس مش لونه أزرق، هيبقى لونه أحمر إن شاء الله. شكرا يا شباب لمشاركتكم وتفاعلكم دايما، واتمنى حتى الاسئله اللي جايه انك تكتب برضو اجابتها، وانت بتكتب الاجابه اكتب التوقيت بتاع الاجابه. ليه؟ لان انا احيانا ما بفتكرش الاجابه دي في الدقيقه كام، او فلما انت بتضغط على التوقيت مثلا نفترض ان مثلا دلوقتي الدقيقه مثلا 11 فاصل او نقطتين ضمحت نقطتين، وانا بمجرد ما بضغط على الرقم ده بيوديني للسؤال مباشره، فبفتكر كان السؤال ايه لان انا بنسى. السؤال رقم 18 يا شباب، We are going to visit our relatives next weekend. احنا رايحين نزور اقاربنا next weekend العطلة القادمة. Ask a question. اسأل سؤال. Ask a question يعني اسأل سؤال، كون سؤال. في عندي الحاجات لازم احدد الاول انا عايز اسأل عليه. يعني ايه اسأل عليه؟ يعني انا هنا ممكن اسأل على next weekend، صح؟ ممكن اسأل على our relatives، مش كده؟ طيب نشوف كده. لو انا اسال على نيكست ويك اند لانها سهل قوي، ده توقيت نسال عنه بوين. طيب وين ادي اداه الاستفهام، يبقى انت دايما بتبدا بايه؟ باداه الاستفهام في تكوين السؤال. بعد اداه الاستفهام انت بتعمل او بتبقى محتاج فعل مساعد. طب هل الجمله دي فيها فعل مساعد؟ ايوه طبعا الجمله دي فيها فعل مساعد اللي هو ار. اكتب ار. قال لي بعد الفعل المساعد احنا بنكتب الفاعل اللي هو موجود اول الجملة. مين اللي موجود عند اول الجملة؟ كلمة وي. واحنا عارفين ان الوي والاي دايما الاتنين دول بيتحولوا الى يو. احسنت. وين ار يو؟ طب بعد الفاعل بنجيب ايه؟ قال لي بنجيب الفعل. يبقى هتكمل وين ار يو جوينج to visit. تمام. ايه اللي بعد كده؟ قال لي بتكتب باقي الجملة ما عدا الاجابة. بتكتب بقية الجملة كلها ما عدا الاجابة. يعني when are you going to visit؟ قال لي خلي بالك our و my الاتنين دول بيتحولوا الى your. يبقى when are you going to visit your relatives؟ انت هتروح تزور امتى اقاربك؟ يبقى الاجابة ايه؟ next weekend. next weekend. ممكن نسأل سؤال تاني، what are you going to do next weekend؟ انت تعمل ايه في عطل الاسبوع القادمة؟ او اسأل who are you going to visit؟ who are you going to visit next weekend؟ انت هتروح تزور مين الاسبوع الجاي؟ يبقى your relatives or our relatives. ممتاز. السؤال الاخير يا شباب، سؤال رقم 19، قاعدة اف. انت عندك قاعدة اف في حالة واحدة في زمن الماضي اللي هي الحالة التانية. اف بيجي بعدها ماضي بسيط، بيجي بعدها would وفعل مصدر. اف اي بي يو، واحنا محذرين واحنا بنشرح القاعدة دي ان في الحالة التانية ده زمن ماضي غير حقيقي، ما تقولش اف اي واز يو، هتبقى الاجابة غلط. الإجابة if I were you. طب أستاذ هو أنا أكتب الجملة كلها؟ لا، في سؤال correct أنت مش محتاج تكتب الجملة كلها، أنت محتاج تكتب التصحيح فقط. if I were you معناها لو كنت مكانك I would do my best to achieve my goals. أتمنى يا شباب أن سؤال القواعد نكون تناولناه بشكل جيد واستفدت، وشرحنا مجموعة قواعد أو عملنا مراجعة سريعة على مجموعة القواعد. ولو أنت كنت جاوبت أنك تكون جاوبت بشكل صحيح وسليم، لايك شير سبسكرايب فعل الجرس، وألقاكم على خير. ولو عندك أي سؤال أو أي استفسار أكون سعيد جدا إن أنا أرد على سؤالك. وزي ما قلت لك مذكرة المراجعة موجودة تفاصيلها في أول تعليق في على الفيديو يمين أو شمال من فوق، لو ضغطت عليها هتلاقي في علامة تعجب هيوديك لبلاي ليست قايمة فيها كل حاجة متعلقة بالصف التاسع، وفي نهايتها من تحت هتلاقي في تدريبات
تساعدك كمراجعة للاختبارات. هذا بالله التوفيق، واشوفكم على خير يا شباب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله. لا تنسونا من صالح دعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله. دي تاني مرة أقولها، أقولها كمان مرة، باي.